السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بنتكلم النهاردة على فيديو جديد عن الخطوة التمهيدية لدورة كريبس أو البريباراتوري ستيج، اللي هي بيسموها لينك رياكشن، اللي هي تحول البيروفيت إلى أسيتايل كو إي. البيروفيت موجود في السيتوبلازم، الأسيتايل كو إي هيكون موجود داخل الماتريكس أو الحشوة بتاعة الميتوكوندريا. دي بيسموها الخطوة التمهيدية. الخطوة دي تحول البيروفيت إلى أسيتايل كو إي، وهنشوف الإنزيمات اللي هتبقى مشاركة فيها وإزاي الكلام ده بيحصل تفصيليا. نشوف مع بعض. الخطوة التمهيدية دي بتضمن تحول البيروفيت من السيتوبلازم الى الميتوكوندريا عشان يتحول لأسيتايل كو اي. زي ما حضراتكم شايفين هتلاقوا ان ده 3 كربون، انما هنا 2 كربون. انا متعمد ان احط الوان عشان تعرفوا ايه اللي هيحصل. الخطوة الاولى دي كاربوكسيليشن، اللي هي عملية نزع ثاني اكسيد الكربون، اللي هو بيتشال الجزء ده ثاني اكسيد الكربون ويتبقى لي 2 كربون بالشكل ده. بيصاحب هذه العملية عملية اكسدة، يعني نزع هيدروجين، وبيتاخد للناد اللي هو اكسيدايزد عشان يتحول للشكل الريدوسد او المختزل بهذا الشكل. طبعا صاحب هذه العملية دخول الكو انزيم A كمرافق انزيمي في التفاعل. يبقى هنا دخل مرافق انزيمي الاولاني اللي هو الناد بوزيتيف والكو A. يبقى 3 خطوات: نزع ثاني اكسيد الكربون، وحصل هنا اوكسيديشن بالشكل ده كده للمركب، يبقى اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن، يعني اوكسيديشن وفي نفس الوقت حصل ايه؟ نزع ثاني اكسيد الكربون. الانزيم المشارك في هذه العمليه اللي هو البايروفيت دي هيدروجينيز، اللي هو خاص بنزع الهيدروجين، وده عباره عن كومبلكس معقد او مركب مش من حاجه واحده. انزيم الاولاني، انزيم الثاني، الانزيم الثالث، هم الحقيقه عباره عن 3 انزيمات. الانزيم الاولاني او الاي 1 اللي هو بيسموه بايروفيت دي هيدروجينيز، وساعات بيسموه دي كربوكسيليز. يبقى الانزيم الاولاني ده ليه اسمين: بيروفيت دي هيدروجينيز عشان نزع الهيدروجين، او بيروفيت دي كربوكسيليز عشان نزع ثاني اكسيد الكربون. ده الانزيم الاولاني. الانزيم الثاني اللي هو داي هيدروبايل ترانس اسيتيليز، هنشوفه مع بعض دلوقتي بالتفصيل. يعني الانزيم الثالث اللي هو دي هيدروبايل هيدروجينيز، هنشوف مع بعض الثلاث انزيمات دول. الحقيقه بجانب الثلاث انزيمات دول في انزيمين تانيين بنسميهم ريجولاتوري انزيمز او انزيمات منظمه، اللي هو بايروفيت دي هيدروجينيز كاينيز، ده خاص بنقل طاقه طبعا زي ما واضح من الاسم كاينيز، وبايروفيت دي هيدروجينيز فوسفاتيز، خاص بموضوع الفوسفات. طيب الحقيقه المركب بتاع الانزيم ده ليه 5 كو فاكتورز او كو انزيمز، مرافقات انزيميه. اولهم اللي هو مين عندنا؟ تي بي بي اللي هو ثيامين بايروفوسفيت، التي بي بي، واللايبويك اسيد او اللايبويت، والفات ادي 3، وادي الناد 4، وادي الكو انزيم اي اللي هو الخامس. يبقى ادي 3 كو انزيم، ادي 3، ادي 4، ادي 5. يبقى 5 كو انزيمز مرافقات انزيميه لهذا المركب الانزيمي. وهنشوف مع بعض الخطوات التفصيليه مع بعض. قبل ما نشوفها احنا بنقول كو انزيم كو انزيم. الكو انزيم الحقيقه المركب ده مش مطلوب مننا خالص، احنا مش بناخد كيمياء، لكن هذا المركب الكبير خالص ده بتاع الكو انزيم المرافق الانزيمي اللي يهمنا فيه مجموعه الكبريت اللي هنا دي، اللي هو بيسموها الثايو جروب. دي مجموعه اكتيف عشان هي دي اللي لو شلنا الاتش دي هيركب مكانها الاسيتايل جروب بتاعه البيروفيت، فيبقى اسيتايل كو انزيم اللي احنا عايزين نحصل عليه. ونشوف مع بعض الخطوات دي اهي. الخطوات دي الحقيقه مش خطوه واحده، هي تحول البيروفات الى اسيتايل زي ما احنا شايفين، بيستتبعها بعض التفاعلات زي ما احنا هنشوف مع بعض دلوقتي، وداخل فيها بعض الانزيمات. هذه الخطوات بتضمن ان ما فيش اي انترميديتس، ما فيش حاجه رايحه ما لهاش لازمه، كل حاجه بتتحول ترجع مره ثانيه، فبالتالي ما فيش اي انترميديتس او مركبات وسطيه بتكون موجوده داخل هذا التفاعل. نشوف مع بعض التفاعل الاول اللي هو تحول البيروفات ونشيل منه ثاني اكسيد الكربون. ده بيتم ازاي؟ اهو عفوا، عن طريق البيروفيت دي هيدروجينيز او البيروفيت دي كربوكسيليز. زي ما احنا قلنا ده الانزيم الاولاني، لازم بيبقى معاه كو انزيم اللي هو ثيامين بايروفوسفيت او التي بي بي. الكلام ده بيحصل ايه؟ بنشيل ثاني اكسيد الكربون اللي هو الجزء ده هيتشال هنا اهو، ويتحط مكانه الكو انزيم تي بي بي بالشكل ده في المركب ده. دي الخطوه الاولى. نيجي مع بعض في الخطوة الثانية هنلاقي المركب ده يحصل ايه؟ يتفاعل مع اللايبوك اسيد اهو. ادي اللايبوك اسيد مع دايسلفايد، يعني في 2 كبريت بالشكل ده، هيخش مكان الكو انزيم عشان الكو انزيم يرجع مرة ثانية. اللي بيقوم بالعملية دي الانزيم اسمه ديهايدرو ليبويل ترانس اسيليتيز، ده الانزيم الثاني. طيب ادي الاسيتايل اهي اللي هم 2 كربون الباقيين من البيروفيت، وشبك معاهم اللايبوك اسيد او اللايبويت.
نيجي للخطوه الثالثه. الخطوه الثالثه بقى اللي هي تكون الاسيتايل اللي احنا عايزينه، اللي هو الاسيتايل كو ايه، المركب اللي هو الاسيتايل ومعاه اللايبوك اسيد او اللايبوليت ده، من الكو انزيم بالشكل ده هنا، الكو انزيم المرافق الانزيم اللي بيحل محل اللايبوك اسيد بيرجع مره ثانيه، بس ده في الشكل الريديوز المختزل عشان في اتش اهو، ويتكون لي اسيتايل كو اي اللي احنا عايزينه، اللي هيخش دوره كريبس، اللي هيدخل وينتقل الى دوره كريبس. طب ما احنا نتوقف لغايه هنا، الحقيقه لا، لازم نرجع كل حاجه زي ما كانت، يبقى ده الريديوس لازم يرجع للشكل الاكسيدايزد بتاعه اللي هو ده اهو، اللي بيتم بالعمليه دي اللي هو دي هيدرولوبايل دي هيدروجينيز، بياخد الهيدروجين من الاثنين دول يوديهم للفات، فيتكون عندي فات اتش 2، ده الريديوس، ده اكسيدايزد، ده ريديوس، ويرجع لي اللايبويك اسيد مره ثانيه عشان يرجع في تفاعل مره ثانيه، ده الانزيم رقم 3. نروح للخطوه رقم 4 اهي، رقم 5، ان الاثنين هيدروجين اللي خدهم الفات اتش 2 ما بيحتفظش بيهم، بينقلهم للشكل الاكسيدايزد من الناد بوزيتيف اللي هو الناد بوزيتيف، ويحولوا لي الناد اتش 2 بالشكل ده، نفس الانزيم اللي هو داي هيدرو ليبويل دي هيدروجينيز، هو ده بقى اللي بياخد الاثنين هيدروجين دول يديهم الى الناد بالشكل اللي احنا شايفينه. وبكده بيكون كملنا التحول او التفاعل من البيروفيت الى الاسيتايل كو اي، مع وجود اكتر من تفاعل وسطي بالشكل ده بدون خروج اي مركبات وسطيه، لان مثلا الثيامين بايرفوسفيت الكو انزيم رجع مره ثانيه، اللايبويك اسيد رجع مره ثانيه، الفات هترجع مره ثانيه، وهكذا عشان نحصل على الطاقه. الحاجه الوحيده اللي هتخرج لنا هنا، يبقى اذا المدخلات ايه؟ البيروفات اهو، المخرجات ثلاث حاجات، ها حد يعرفهم؟ حد يعرفهم؟ ادي ثاني اكسيد الكربون ده اول مخرج، ادي واحد عشان كده نقصنا كربونه. اثنين، اتكون عندي الاسيتايل كو اي اللي هيروح للكريبس ده اللي احنا عايزينه. نمره ثلاثه، هنحصل على طاقه في شكل ناد بالشكل ده، ناد اتش 2. طب ناد اتش 2 دي للجزيء الواحد، لو احنا بادئين بجزيئين هيبقى عندنا اثنين ناد 2 ناد اتش 2 اثنين، وطبعا احنا قلنا الناد الناد اتش 2 الواحد بيساوي 3 اي تي بي. وننتقل مع بعض ان شاء الله فيديو قادم الى الكريبس سايكل بمشيئة الله. إن كنت أخطأت فمن نفسي، وإن كنت أحسنت فمن الله، وإن أن نلتقي في محاضرة جديدة. أترككم في رعاية الله وأمانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.